هسا شو استحدثنا يعني شو بنستحدث بنضيف على اللغة بنضيف على العدد برضه. طيب هون بنضاف يعني مش محدود. يعني مش محدود. أنا بقول مش محدود لأنه ممكن من كلمتين لهم معنيين لحد. طيب لو جينا كلنا كديش ممكن ماكسيمم يكون عدد عدد حروف الكلمة؟ 20 20 للقوة عدد الأحرف 28 بالتالي يعني بمعنى آخر على الأقل في تقدير لنهاية عدد الكلمات صح؟ طيب نيجي للكونسبتس كديش عدد الكونسبتس في اللغة؟ عدد سوري عدد الكونسبت عدد الكونسبت اللي موجود للكلمات في لغه معينه لا لو جبنا كل كلمات اللغه العربيه وحددنا كل مفاهيمها وهذا على فكره هو العربي كونتولوجي هذا هو العربي كونتولوجي نجيب كل كلمات اللغه العربيه ونحدد معانيها الشائعه بس انا نحصرها مستحيل نحصرها هل هو محدود؟ لا طلع أنا مش هون بدي أجاوب أوكي بس على الأقل هو مرتبط بعدد الكلمات اللغة صح؟ طب عدد المفاهيم اللي براسنا هل هو محدود؟ هل في كلمة في اللغة العربية لواحد واقف قدام الكاميرا ورافع إيديه هيك؟ في طيب. شو بيمنع نطلق كلمة؟ يعني الكونسبتس اللي في راسنا غير محدودي او غير معدودي اصلا الكونسبت اللي في راسنا مش اللي بتحملها الكلمات لاحظ لانه ممكن افكر في اي شيء اي حاله من الحالات تفكر فيها تكون الشخص اللي حاط ايده على خده هيك تعطيه كلمه توصف واللي عامل كمان ايديه هيك وعينيه هيك تعطيه كلمه واللي حاطط ايه اللي حاطط ايده هيك تعطيه كلمه واللي حاطط ايده هيك تعطيه كلمه صح ولا لا ما هو هذا الوصف هاي الحالة تعطيها كلمة كل وشو معناه معصب حال توصف حال صح على فكرة تسمعوا في الأستاذ جمال ظاهر بعضكم بسمع فيه اللي درس دراسات ثقافية في جامعة بيرزيت ويعتقد التالي إنه تختلف أول شيء المجتمعات في شهوتها لإطلاق كلمات جديدة على حالات جديدة. يعني لو جينا أنا أضرب لكم مثال. المنسف المطبوخ في الجميد والمسبخ المطبوخ في اللبن العادي. هل في إنهم مسميين؟ لا. كله منسف مزبوط؟ طيب. المنسف اللي اللبن مع الرز العادي في له اسم؟ مش منسف بتعرفوا بتطبخوه برات ها في له اسم؟ لا رز بلبن ما مش متفقين عليه اسم تعرفوا في لغات في سوري ثقافات عندها شهوة عندها هوس في اطلاق المصطلحات الجديدة على كل ما كل حالة على حالات زي احنا بالنسبة بنسميه معكرونة ولا سباكيتي شو طابخين اليوم؟ سباكيتي بغض النظر حاطة عليها بندورة ولا حاطة عليها كريمة ولا حاطة معها فطر ولا عاملها مع لوز ولا حاطة عليها لحمة ولا بدون لا مزبوط والبهار اللي حطيتيه مش كله شو بالنسبة لنا بتعرفوا انه من مش عارف حوالي 250 اسم لهي الاكلات في ايطاليا طيب يعتقد الاستاذ جمال ظاهر انه العرب كانوا الاكثر بالتاريخ هوسا في اطلاق كلمات على حالات لمعاني قبل الاسلام مرحلة البداوي انجاز التعبير ما تسمى مرحلة البداوي هو كان بيعتقد وعمل بحث بيقول مرحلة البداوي كانت اكثر حضارة من ما بعد جاهلية اللي احنا بنسميها جاهلية هي لن تكون جاهلية هي جاهلية بالمعنى الديني الهدى اللي هو الهدى للخالق اللي هو الدين الاسلامي انجاز التعبير ولكن حضاريا لم تكن جاهلة على الإطلاق ودليل هو بيقول ودليل ذلك ودليل ذلك قدرتها و
يعني ميزتها او كثره استعمال كلمات لمعاني فيها يعني معنى اخر اختراع كلمات جديده لمفاهيم جديده. معنى دكتور ما اختلط، لان هاي مؤشر على الحضاره. بس ما اختلطوش دكتور مع ناس ثانيين بالبداوي. مش مهم، انا بحكيش على اختلاط، انا بحكي على لما بدك تحط لما الشمس تبقى سوري لما النجم نجمين بحد بعض بيعطوهم اسم، اذا بعاد بالعين مترين بيعطوهم اسم، اللي لما بيمشي وهو مرتاح بيعطيه حاله اسم، لما بيمشي وهو بهرول بيعطيه اسم، لما فهمت علي؟ وضحت لحد الآن علاقة الكلمة بالمعنى؟ وضحت شو معنات البوليسيمي؟ بس تتأكد إنها وضحت السينونيمي يا عصام. السينونيمي إذا شو تعريف السينونيمي؟ مترادفات اللي هي سيمبلز، سيمبل واحد يطلق على مفهومين. نو سيمبلين يطلق على تو سيمبلز شيئين يدلين. أول شيء بيعملن نفس الشروط والصفات اللي في راسنا، والأهم من هذا إنه كمان يطلقوا على إيش؟ زي تيبل ومسة، على يعني على كل هاي الحالات اللي بنسميها مسة كمان بنسميها تيبل، أو بنسميها تيبل بنسميها مسة. أنا ما صدقت واحد. وحنيجي على السينونيمي كمان أكثر شوية في المستقبل. المحاضرة الجاي حتكون عن التالي، حتكون عن إشي بنسميه الوردنت. الوردنت هو 150 ألف كلمة إنجليزية حددت البوليسيمي تبعتهم. شو يعني؟ كل معاني كلماتهم. هذا ال 155 الأكثر شيوعا في اللغة الإنجليزية. واتحدد اللي هو نسميه السب تايب اوف انجاز التعبير بين هاي الكلمات، هاي داتا بيس. وكمان المحاضره اللي بعدها عن الارابيك اونتولوجي، مش ارابيك ويرد نت، هون ارابيك اونتولوجي اللي هي بتحكي عن كل كلمات اللغه العربيه والبوليسيمي تبعتهم والسب تايب بين هاي الكلمات. يعطيكم العافيه.